أنا بحقي يا حضرة الضابط، جاي أنا في بيتنا وشايل علينا سكين اللي اسمها سلاح أبيض، هذا شروع بالقتل. احتراما لسنكم وقدركم أنت وياه، وجهة نظري أنا أنكم تصلحون. يخاسي أتصالح أنا وياه، أنا بحقي أبي رد اعتبار، أنا أبي تعطونا مؤبد الحين. يا حضرة الضابط داخل علينا في بيتنا وشايل سكين يهددنا فيها بيقتلنا، هذا من حقه انه يتشرط، هذا حده قصاص. انا ما عندي حل لكم انتم الاثنين الا اني انادي العسكري الحين وخليه يدخلكم للتوقيف، وبكره تعرضون على النيابه. يا عسكري لا يبا، وش النيابه وهذا؟ لا يبا، ما توصل المواصيب ولا لا ابو سعد؟ صادق والله ابو سليمان؟ لا والله صادق. ترى حنا يا حضرة الضابط تصالحنا وانا متنازل عن القصاص مره نروح لهلنا امان. لا مشكورين، امشي يلا عدل.